عمر أمين لاعب منتخب المصارعة تم تتويجه بالميدالية البرونزية في منافسات بطولة العالم للناشئين تحت 17 سنة في إيطاليا، وده بعد التغلب على لاعب قرغستان بنتيجة 7-2. فريق نانت الفرنسي خسر من فريق غان بنتيجة 1-0 في اللقاء الودي اللي جمع الفرقتين امبارح في إطار الاستعدادات للموسم الجديد، وشارك مصطفى محمد في المباراة مع نانت من بداية الدقيقة 72 من المباراة في تاني مشاركاته مع الفريق الفرنسي بعد وصوله من فريق جالاتاساراي التركي. ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح خسر من فريق ريد بول سولزبورغ النمساوي بنتيجة 1-0 في المباراة اللي جمعتهم امبارح على ملعب ريد بول أرينا ضمن استعدادات الريدز للموسم الجديد. وحقق ميلان الإيطالي فوز كبير على فريق وولفسبرغر النمساوي بنتيجة 5-0 في المباراة الودية اللي جمعت الفرقتين في إطار الاستعداد للموسم الجديد، والمفروض هيخوض ميلان مباراته الأخيرة قبل انطلاق الموسم الجديد من الدوري الإيطالي يوم الحد اللي جاي أمام فريق مارسيليا الفرنسي. النجم الأرجنتيني ليساندرو مارتينيز لاعب أياكس أمستردام الهولندي وقع على عقود انتقاله رسمياً لمانشستر يونايتد الإنجليزي. كشف المان يونايتد عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن فيديو قدم من خلاله اللاعب الجديد. وبكده مشاهدينا خلصت أخبارنا الرياضية. دلوقتي هنرجع لشاذلي وباسانت عشان يكملوا بقية فقرات صباح خير يا مصر. إليك يا باسانت.